البوز في البوز اليوم ما مانيش باش نبعدوا على اللي صاير في البلاد. هلا يا مات انتم تلهوا بالاخبار وين ينتلهي بالنخبه السياسيه العزيزه. نبداو مع المنجي الرحوي. ايش قولك في حكومتنا يا سي المنجي وبالتحديد في الناطق الرسمي بتاع حكومتنا؟ ما ناطق رسمي نطق مره واحده يا اخي دخلها في حيط دخلها في حيط وسكت. الرجل في 3 ايام خدمه عمل 30 غلطه اخطانا منه هاو زياد العذاري وزير التشغيل ما يجاوب على تساؤلاتي كان هو وما يلقانا حل البلاد كان هو. تشبيكم راهو وزير التشغيل ويا من دراك عيب دعتيني في الحلول يا سيدي الوزير. يلا الهدف متاعنا باش نبعثوا الاف المشاريع وانه اي واحد ما عندوش الامكانيات احنا مستعدين باش ندعموه مش فقط بالتمويل ولكن ايضا بالتكوين وبالمصاحبه والمرافقه. شفتوا من بعد قول ماهوش يخدم على روحه حتى بالمصاحبة والمرافقة. راهو جيتكم شوية هي المصاحبة والمرافقة لونس هو الكل يا شباب. أي وإحنا باش نجمو زيدو نعاونو يا سيد الوزير بخلف لونس ترى يلزمنا ندفعو ثقافة بعث المشاريع. اللي ملقاش خدمة ينجم يخلق الخدمة متاعو أكهو. اللي ملقاش خدمة يخلق خدمة على روحه يصنع جو وحده ليه بيكم وزير التشغيل هو ولا بالك ما عنده ما يعمل ولا ما عنده ما يعمل ملا حالة. نمشيو لواحد من المواطنين قال لي البارح في اخبار 8 كيتكلم امتع واقنع وابدع. اي سيدي قولي شنو هي مشكلتك؟ انا شاب عمري 49 عام ما عنديش طاقه اجتماعيه ما عنديش عندي صغار عندي زوز مرضين فهمت لهم ما عنديش باش ندويهم. شاب عمره 49 عام عادي في بلادي. الشاب عمره 49 عام والرئيس عمره قريب يغلق 90 ليه هذه حاجه عاديه ما تدعوش للاستغراب خاطر اللي ما لقاش خدمه. اللي ما لقاش خدمه ينجم يخلق الخدمه نتاعو. In bus.